لنعرف بداية أن موضوع المرجعية الدينية حدث بسبب فراغ عقائدي كما يرى المسلمون الشيعة، فغيبة الإمام الثاني عشر المهدي ابن الحسن المنتظر جعل الأمور تؤول إلى الفقهاء من بعده. وهؤلاء الفقهاء في البداية كان يرجع إليهم بشكل بسيط، بشكل اعتيادي، رجوع غير العالم إلى العالم يأخذ منه المسائل المتعلقة بالصلاة، بالصيام، بالأحكام العبادية البسيطة، ولم تكن هنالك مرجعية بصورتها المؤسسة الموجودة الآن. لم تكن هنالك مرجعية مهيمنة كما هي الحال الآن توصف بالمرجعية العليا. هذا تاريخيا. حاليا هذه المرجعية التي تكونت كمؤسسة لها أذرع ولها هيمنة ولها قوة فكرية وقوة فقهية ومالية، هذه المرجعية بنظري الآن تواجه الكثير من التحديات، خصوصا أن هنالك جيل جديد. هذا الجيل الجديد من أهم صفاته أنه دائما يطرح الأسئلة، لا يقبل بالتسليم المطلق، يشكك، لا يقبل بالوصايا الأبوية، وبالتالي مفهوم القداسة لديه كما كان موجودا لدى من كان قبله لم يعد بتلك القوة.